افتتحت اليوم بالرباط تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية أشغال النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني التي تنظمها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بشراكة مع مجلس الأمن السيبراني بالإمارات العربية المتحدة. ويبرز هذا المنتدى الذي يجمع على مدى يومين 350 من صناع القرار ومسيري المقاولات ومسؤولين ومهنيين في مجال الأمن السيبراني، يبرز الأهمية القصوى للتعاون في مجال الأمن السيبراني ويرم تعزيز القدرات السيبرانية للموارد البشرية من خلال مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة بغرض التصدي للهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى تقوية السيادة الرقمية بالنظر للتطورات التكنولوجية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.